السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة أكلمكم في موضوع ما اتكلمناش فيه قبل كده، وهو قصف الرجعي، قصف إلى الوراء أو القصف الجاف. إيه الحكاية دي؟ إيه الموضوع ده؟ الموضوع ده مش منتشر بصراحة، لكن في بعض الناس تقول لك أنا عندي وصولي للذروة بيحصل عندي قصف بس ما بيخرجش مني. في قصف وبيوصل للنشوة بتاعته والتشبع والاكتفاء، لكن ما فيش مني بينزل منه، فبيبقى مستغرب وقلقان. أولا هو ما فيش داعي للقلق، لأن الموضوع ده ليس له أضرار. الضرر الوحيد هو بالنسبة للواحد اللي عايز يخلف، فمش هيقدر يخلف إلا لما يعالج هذا الموضوع. فإيه حكاية القصف الرجعي؟ Retrograde Ejaculation. القصف الطبيعي احنا عارفين ان القصف الطبيعي ده ايه؟ الحيوان المنوي بيخرج من عند الحويصلة المنوية الى يمر خلال البروستاتا وبعدين يقذف الى الحالب الى القضيب، وده نتيجة ان جدار البروستاتا او عضلات البروستاتا او عضلات عنق المثانة بيبقوا قافلين مدخل المثانة بتاع البول وفتحين المدخل او الصمام بتاع المني الى الحالب، فبيمشي المني من جاي من ناحية البروستاتا ويمشي الى الحالب الى القضيب الى الخارج. اللي عنده مشكلة في هذه العضلات بتبقى صمام بتاع المثانة مفتوح، فلما يجي الانسان يقذف المني بتاعه يا اما يرجع كله في المثانة او يرجع معظمه الى المثانة ويختلط بالبول ويتحوش في المثانة وقسم صغير يطلع بره او مفيش حاجة خالص تطلع بره. ده القصف الرجعي نتيجة مشكلة في عنق المثانة ونتيجة مشكلة في العضلات اللي بتتحكم في هذا العنق. وزي ما قلت ده مش مشكلة من ناحية الصحية، ولكن مشكلة بالنسبة للي عايز يخلف بس مفيش مني بيخرج. ناخد بقى بعض الحقائق عن حكاية القصف ده. بصفة عامة يقذف معظم الرجال أكتر من 1.5 ملي من السائل المنوي، ده الطبيعي. أكتر من 1.5 ملي، ممكن 3.5 إلى 5 ملي كمان. الرجال الذين يعانون من القصف الرجعي يقذفون أحيانا لا شيء على الإطلاق، أو يقذفوا كمية قليلة قوي لأن الباقي بيرجع وراء في المثانة. القصف إلى الوراء هو عرض، يعني علامة من علامات، مش مرض، مش تشخيص، إنما هو عرض لسبب ما. الحقيقة الأخرى إن مفيش هناك أي حاجة لعلاج القصف الراجع، مش محتاج أبدا أي علاج، وإنما فقط للراجل اللي عايز يخلف، ودي لها حلول. وده رسمة هي التوضيحية بتشرح لنا المسار الطبيعي للحيوان المنوي، بيجي من عند الحويصلة المنوية يمر خلال البروستاتا. احنا قلنا البروستاتا ده اللي هو العضو الذكري اللي عامل زي الخوخة كده أو أصغر، بيمر من داخله المجرى بتاع المني يلتقي بمجرى البول ويكمل زي ما انت شايفين كده في مجرى البول إلى الخارج. القصف الرجعي الوضع بيختلف، بدل ما يمشي لتحت كده تبص ليه بيرجع هنا. في الطبيعي ما بيرجعش، ليه؟ لان هنا في صمام عند عنق المثانة بيتقفل. لو هذا الصمام مش مقفول نتيجة مشكلة في العضلات اللي بتتحكم في عنق المثانة، طبعا بتبقى الفتحة دي مفتوحة فالمني يرجع ويخش على المثانة، زي ما في هنشوف في رسمة بعد كده. هي زي ما انت شايفين في الرسمة دي المني جاي هنا اهو من الحويصلة المنوية، المفروض ان ينزل بهذا الشكل وينزل في مجرى البول الى ايه؟ ينزل تحت على الحالب على القضيب. لا، ده بيرجع ويدخل على المثانة، بعد كده هينزل طبعا في البول بس ما بقاش لنفع من ناحية الايه؟ الانجاب. هل القصف الرجعي ده شيء منتشر؟ لا، مش منتشر. ده الناس اللي ما عندهاش انجاب بيبقى اقل من 2%، من 1 الى 2% منهم نتيجة القصف الرجعي. ايه الاعراض يعني؟ هو القصف الرجعي ليه اعراض؟ العرض اللي الراجل بيحسه انه لما بيقذف بيشعر بالنشوة وكل حاجة بس ما فيش سائل منوي بيطلع منه. ده اول عرض. العرض الثاني انه لما بيبص على البول بتاعه بعد الجماع بيلاقي ان البول بتاعه معكر. طب معكر ليه؟ عشان مليان حيوان منوي. المفروض البول بيبقى عادة شفاف كده لونه اصفر رايق او درجة من درجات الصفار، لكن ده يبقى معكر لانه مليان بالحيوان المنوي. البول لما يبقى معكر لازم يبقى فيه حاجة، يا اما فيه صديد، يا اما فيه املاح كتيرة، يا اما فيه
انسجه متهتكه هنا البول معكر عشان فيه السائل المنوي. ديت الاعراض بتاعتها. طب اسباب القذف الرجعي ايه؟ القذف الرجعي ليه اسباب. لازم يكون في مشكله في عنق المثانه بحيث الصمام بيبقى مفتوح ويسمح للمني انه يرجع في المثانه. طب الحكايه دي بتحصل امتى؟ بتحصل في حالات معينة. الجراحة، واحد عمل عملية جراحية في عنق المثانة أو جراحة البروستاتا، ديت من المضاعفات اللي بتحصل في حالات معينة قليلة بصراحة، بس بتحصل. يكون عند البروستاتا متضخمة وبيشيلها بيحصل هذا العرض. ممكن واحد يكون بياخد أدوية، بعض الأدوية اللي بتاعت ضغط الدم وبتاعت علاج البروستاتا، تضخم البروستاتا و علاج الدبريشن، ممكن تعمل ضعف في جدار المثانة وبالتالي تؤدي إلى هذا القذف الرجعي. حالة ثالثة ممكن الأعصاب، نتيجة حالة طبية بتؤدي إلى تلف الأعصاب. الأعصاب مطلوبة عشان العضلات تنقبض. مرض السكر، مرض السكري، مرض في حاجة اسمها إيه؟ مالتيبل سكليروزيس، تصلب المتعدد، ومرض الباركنسونيزم أو إصابة في العمود الفقري والحبل الشوكي، كل دول بيؤدوا إلى خلل في الأعصاب وبالتالي العضلات تفشل إنها تقوم بوظائفها. طب هل يا ترى في علامات تخلي الواحد يفكر إنه ممكن يجيله هذا القذف الجاف؟ في علامات. لو الواحد عنده مرض زي مرض السكري، ممكن واحد عمل عملية جراحية في المثانة أو البروستاتا، ده ممكن. واحد بياخد أدوية ديبريشن، اكتئاب أو ضغط دم، احتمال. أو واحد عنده إصابة في الحبل الشوكي. طيب الناس بقى اللي عايزة تنجي بتعمل إيه؟ في أدوية بتنفع بس فايدتها ضعيفة شوية، الأدوية دي بنجربها وبياخدها الواحد. إذا ما نفعتش يبقى ما فيش غير طريقة تانية، اللي هي الطبيب يستخلص الحيوان المنوي بتاعه، يا إما ياخدها من الخصية يا إما يعني في طرق لاستخلاص الحيوان المنوي. طبيب يقدر يعمل إخصاب للزوجة، يا إما عن طريقة الإخصاب بتاعة أطفال الأنابيب، ديت إخصاب في المختبر، أو تلقيح مباشر داخل رحم المرأة. وربنا ربنا يعافينا جميعا من جميع الأمراض، ونشوفكم بخير في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا حبيت تتواصل معايا فالموضوع سهل جدا، تتواصل معايا على الخاص، التشات بتاعي اللي موجود على الموقع بتاعي. الموضوع سهل جدا، مجرد ما تفتح الموقع على طول تلاقي الأيقونة اللي موجودة تحت في الأسفل على اليمين، تضغط عليها تفتح لك التشات وتقدر تبتدي التشات.